وبيتحدى كل حاجه في الدنيا هتشوفوه. الحب بتاع الكوره تحديدا يا جماعه او الحب الرياضه بيجي من ساعه ما الانسان بيتولد، هو مولود وبيعشق كره القدم، بيعشق رياضه معينه، بيعشق حاجه معينه، بيعشقها من غير حاجه، من غير فلوس، من غير ماديات، مش الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي خالص، بيتولد بيها، بيعيش بيها، بيبقى نفسه يعملها. اعرض لحضراتكم الفيديو عشان تشوفوا قد ايه الولد ده حاجه يعني تفوق الاعجاز. شوف الفيديو ونرجع نتكلم مع حضراتكم على طول. محمد حسن اللي شفتوه ده عنده 12 سنة. محمد حسن عايز يلعب كورة. محمد حسن من بلدي، نواصل البحر من المنصورة. محمد حسن الفيديو اللي اتصور ده حد بيصوره بتليفون، هو حاطه عنده على الفيسبوك، وأنا هو عندي، فأنا دخلت فشفت الفيسبوك فبقول له إيه ده؟ فقال لي ده كذا وكذا وكذا. محمد حسن هم عاملين في مركز شباب بيمرنوا الولاد. محمد حسن شاف اللعيبه بتجري وبتنط حواجز وبينط طواق وبيجروا زي ما حضراتكم شايفين كده، بيجروا بوشهم وبيجروا بظهرهم وبيجروا بجنبهم، فهو حب يعمل كده. يعني محمد حسن حب يعمل كده وعمل كده. انتوا متخيلين السرعه؟ احنا مش مسرعين حاجه، يعني الفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه ده احنا مش مسرعينه، او يعني هو سرعته كده بايديه، بيجري بايديه. ف حاجة صعبة جدا، حاجة تفوق فعلا كل التحديات، يعني حتى أنا مش لاقي كلام أعبر بيه عن المنظر اللي أنا شفته. محمد حسن نفسه يلعب كورة وبيلعب معاهم كورة بإيديه، هما بيلعبوه كورة بإيديه، ومحمد حسن بيقول إن هو بيجري زينا وزي ما أنتم شايفين كده بينط حواجز، يعني كفاية سمير، يعني كفاية. مش عارف أقول إيه بصراحة. لما تيجي تسأله يقول لك أنا عايز ألعب في الأهلي، أنا عايز أبقى زي محمد صلاح. هتقنعه إزاي بقى إن هو يعني يلا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، كابتن عادل طعيمة وكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ماهر عمان.